من هي شجرة الدر؟ هي أم خليل جارية الملك الصالح نجم الدين أيوب، التي حظيت بمكانة عالية فأعتقها وتزوجها، ثم تولت عرش مصر بعد وفاة السلطان الصالح نجم الدين أيوب. أيوب، أنا اللي محتاج صبر أيوب عشان أستحمل اللي بشوفه في الحارة دي. يا واد يا واد، اللي انت شايله ده، انت هتبطل حراسة مرمى وهتتاجر في الأبائيب؟ يا عم شحتة، ده أبقاب أسري. ايه يعني أبقاب الملكة حتشبسوس؟ لا يا عم شحتة، ده لو اتفرج أنتيجة بتاع ربوبيكيا قال لي انه بتاع الملكة شجرة الدر. طب يا اخويا مبروك، عقبال ما يجيب لك مناخير ابو الهول، وهتعمل بيه ايه الأبقاب ده؟ عم شحتة، بيني وبينك كده هجيب له علبة شيك وحدي هدية الفراولة. حسب يا وائل. اي اي اي، ايه ده؟ الحمد لله لقفتها. ايه ده، انت لسه سقياها ومليها طينة ولا ايه؟ انا نازلة يا وائل، انا نازلة. ايه في ايه؟ خير يا وائل؟ الحمد لله جت سليمة، قدرت تقلقه في الفازة على اخر لحظة. يعني انت خايف على الفازة ومش خايف على دماغ اللي كانت هتدش؟ جت سليمة يا اخويا، ما انت صاحي وبتلعب اهو. الحمد لله يا وقولة. هو ايه اللي هناك ده؟ لا 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 لا، مفيش اي حاجة، ما تاخديش في بالك. تعالى وقولة، اغسل وشك في القهوة ونشرب اتنين سحلب. انا جاي معاكو عشان اطمن على وقولة، ممكن مع السحلب تعزمني انا وائل على سندوتشات. يا جماعة، هو في بلكونات فوقينا هنا؟ ما تخافش يا اخويا، اصل على رأي المثل برضو، اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. لا، اللي بينقرص من التعبان بيخاف من الحبل. وبعدين وائل زي ما انت عارفة شجاع جدا. ايه يا عم شحتة، انت هتستلمني ولا ايه؟ وبعدين ما دام انتم مقضيينها امثال، يبقى احب اقول لكم من خاف يسلم. طب يا حبيب معلش، بخلي بالك انت بس، احسن مش كل مرة تسلم الجرة. يا كنك، هات لنا السحلب، خلينا نخلص من حصة الامثال اللي بدأت دي. وده ايه بقى اللي معاك ده يا وقولة؟ ده بقى يا ستي أبقاب الملكة شجرة الدر. هدي الفراولة هدية علشان تحس انها ملكة كده وهي ماشية بالأبقاب. ده للولية ام علي ضربتها بيه على نفخها موتتها. مش عارفة ليه قلبي كده مقبوض من البتاع ده. ودي السحلب اخر حلاوة، اشرب وقول قوالة. ايه يا كنكة، انت جايب كوباية سحلب واحدة؟ فين كوبايتي؟ ما سيد طلب كوباية واحدة يا عم السحتة. ايه ده؟ ايه السحلب ده؟ الله يعرفك. الله يقول ماله ده؟ ده انا عامله لك من بسطمان الجديد اللي جابته المعلمة. شفت بقى، عشان تحرم تشرب لوحدك، اللي يشرب لوحده يزور. ودي كانك. نعم يا معلمة. انت عامل السحلب ده بايه واد؟ بالبسطمان اللي فوق الحوض. ينيلك يعمل قلبي يا لهوي، ده برطمان حط فيه جبس عشان نسد به الفتحة اللي بيدخل منها الفران. فران؟ الحمد لله ربنا ستر انه ما عملش السحلب بسم الفران نفسه. شوف الواد وائل بقى وحظه النحس يا عين امه. على رأي المثل، المنحوس ياخد مقلب ورا مقلب ويشرب الجبس بدل السحلب. ايوه يا وائل، المعلمة شكيناز عندها حق. عندها حق في ايه؟ الأبقاب اللي معاك اللي انت مرضتش توريهولي أبقاب نحس، وبيجيب النحس للي يمسكه. ايه يا فراوله، معقوله الكلام ده؟ في واحده متعلمه زيك تقول كده؟ ده مش كلامي يا وائل. ما انا عارف طبعا، ده كلام المعلمه شكيناز. لا يا وائل، ده كلام الدكتور فخري قلاووز في كتابه المنحوس والمحظوظ. منحوس ومحظوظ؟ كده بقى انا اللي حبوظ. بيقول ايه بقى دكتور قلاووز ده؟ في باب اشهر الاشياء التي تجلب سوء الحظ في التاريخ، ياتي في مقدمه الاشياء المنحوسه قبقاب الملكه شجره الدر، وهو الذي استعملته درتها في التخلص منها، وقد قرات عليه تعويذه شريره لجلب سوء الحظ على كل من يمتلكه. بقول لك يا فراوله، انا هقوم ادور على الواد فرج انتيكا اديله الدهيه دي. ايه ده، بركاتك يا ستة شجرة الدر. احسن عشان تجيب بنطلون تاني غير الصائد ده. طب اجيب لك بنطلون عنده ملحية وقولة. ايه يا عم العسلية، مش وقته اخي كنكة، خليك انت في عصير الجبس اللي بتسقيل الزباين. عن اذنكو انا طالع غير البنطلون. يا واد يا وائل يا وائل. نعم يا تيتا. اخطف رجلك، جيب لنا الفطار. حاضر يا تيتا، بس يا رب الفرن ما يكونش اتحرق. وانت يا باب النحس، اهدى شو الله يخرب بيتك. مش خيال.